السجن المؤبد لنمساوية حبست ابنها في منزل الكلب. انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021. 300 طالب لجوء في النمسا العليا يبدأون بخدمة المجتمع. ارتفاع معدل البطالة في النمسا إلى 7.6% في فبراير. والنمسا أهدرت 16 طنا من المواد الغذائية في 3 أشهر. وأخيرا، أكثر من نصف سكان النمسا يعانون من زيادة الوزن. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أصدرت محكمة كريمز في النمسا السفلى أحكاما بالسجن على أم وصديقتها بتهمة تعذيب ابنها بشكل شبه قاتل وسجنه في بيت الكلب. وحكم على الأم بالسجن لمدة 20 عاما وعلى صديقتها لمدة 14 عاما، ويجب عليهما دفع 80,000 يورو للطفل. وجاءت الأحكام بعد محاكمة استمرت 3 أيام وتضمنت أدلة مروعة عن تعذيب الطفل، حيث أمرت المحكمة بإيداعهم في مركز علاجي جنائي بسبب خطرهم. وانتقد محامي الضحية الأحكام وطلب بتحقيق لمعرفة ما إذا قامت السلطات بحماية الطفل بشكل كاف. أظهر تقديرا أوليا من هيئة الإحصاءات النمساوية أن التضخم انخفض إلى 4.3% في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021. ومن المتوقع زيادة الأسعار بنسبة 0.7% مقارنة بين يناير وفبراير. وأشار توبياس توماس المدير العام لهيئة الإحصاء إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر بشكل أقل على التضخم مقارنة بالعام الماضي، كما لاحظ أن أسعار الطاقة المنزلية تسجل تأثيرا منخفضا على التضخم بعد ارتفاعها الكبير في فبراير الماضي، بينما ظلت أسعار الوقود مستقرة مقارنة بالعام السابق. أعلنت مقاطعة النمسا العليا عن توسيع نطاق الأنشطة التطوعية المسموح لطالب اللجوء بالمشاركة فيها بهدف زيادة فرص دمجهم في المجتمع النمساوي. ويشارك حاليا 300 لاجئ في الأعمال التطوعية من أصل 1300 شخص، حيث سيتمكنون من العمل في مجالات جديدة مثل دعم البلديات والمنظمات الاجتماعية والخيرية. ويرغب مسؤول الشؤون الاجتماعية في المقاطعة بجعل العمل التطوعي إلزاميا لجميع اللاجئين بدءا من نهاية العام الحالي، ولم تذكر وزارة الداخلية ذلك في بيانها، وأشارت إلى أنه مقيد بالأنشطة التي تقع تحت سلطة البلديات. بلغ عدد الباحثين عن عمل في فبراير أكثر من 402,000 شخصا عاطل عن العمل، منهم 80,000 في برامج تدريبية. وارتفعت البطالة بنسبة 8.8% مقارنة بأبريل 2023، وكان معدل البطالة 7.6% في فبراير مقابل 7% في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت البطالة بنسبة 9.9% بين الرجال و 7.3% بين النساء، وزادت بنسبة 15.9% بين الأجانب و 11.8% بين الشباب. وقال وزير العمل مارتن كوخر تنخفض البطالة بشكل موسمي، وحاليا هناك المزيد من الأشخاص في العمل أكثر من العام الماضي. كشف تقرير حديث أن تجار التجزئة في النمسا أهدروا 16.2 طن من المواد الغذائية في الربع الأخير من العام الماضي بعد تطبيق قانون يلزمهم بتقديم بيانات حول ذلك. وأظهرت البيانات أن كمية الطعام المهدرة كانت 3 أضعاف كمية التبرعات،
حيث تبرعت الشركات ب 4.9 طن فقط، ومثلت الفواكه والخضروات 45% من الهدر. وبرزت شركة هوفر كمثال جيد للتبرع، بينما شككت إشبار بقانونية الإجراء. ورد الاتحاد التجاري بأن 9% فقط من هدر الطعام ينتج عن تجار الجملة، بينما تأتي نسبة أعلى من الأسر والمطاعم. كشف تحالف السمنة وصندوق التأمين الاجتماعي في النمسا عن ازدياد معدلات السمنة بشكل مقلق، حيث يعاني الكثير من الناس بما في ذلك الأطفال من زيادة في الوزن. وعبر عن قلقهما من هذا الوضع، وأظهرت بيانات أن أكثر من نصف البالغين وربع الأطفال والمراهقين يعانون من زيادة الوزن، وأن الرجال أكثر من النساء وتزداد معدلاتها مع تقدم العمر. ودعت منظمات الحكومة وقطاع صناعة الغذاء للتعاون في معالجة هذه المشكلة، حيث أن السمنة تسبب العديد من الأمراض وتؤثر سلبا على الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة. أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة. إلى اللقاء.